السلام عليكم متابعين قناة شيوات سعاد إفاتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جدادين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم تشكيلة رائعة ديال السلطات. غادي نشارك معكم 12 سلطة أو مقبلة ترافقوها مع المشاوي ديالكم، تقدموها في العرضات ديالكم، المناسبات ديالكم. في هذا الفيديو غادي نجمع ما بين السلطات التقليديه اللي ضروري منها في المائده المغربيه والسلطات العصريه اللي كيبغيو الوليدات الصغار ديالنا وكنبغيوها حتى حنا من باب التغيير، هكا باش كيكون يعني ارضاء لجميع الاذواق. هاد السلطات هادو كيجيو بنانين ولدادين، تقدروا ترافقوهم مع المشاوي، مع يعني مع الاطباق ديال اللحوم، كذلك حتى ملي كيكون عندكم العرضات والمناسبات كتزينوا بهم الطبيلات ديالكم وكتحطوهم للضيوف ديالكم بوجهكم احمر. في هذا الفيديو كاين سلطات حلوه، سلطات مالحه، سلطات غنية بالخضر، صحية ومغذية، غادي تعجب الصغير والكبير. إلا عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنساوش توصلوا لأكبر عدد من اللايكات، ولا بغيتوا نزيدكم من هاد الاقتراحات قولوها لي في التعاليق. وكل الشكر والحب والتقدير على الدعم ديالكم، على الكلام الزوين اللي كتقولوه في حقي، الله يجعله لكم في ميزان حسناتكم يا رب. والأخوات جداد اللي عاد التحقوا بالقناة وأول مرة كيشوفوها، مرحبا بكم. وفضلا وليس امرا، الا كان المحتوى ديال القناه كيعجبكم دعموها بالاشتراك وفعلوا الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بجديد الوصفات. وعلى بركه الله ندوزوا مباشره لطريقه التحضير. واول سلطه غنبداو بها هي الملوخيه او الباميه. عندي هنا الملوخيه بطبيعه الحال كتحيي، اما كتاخذوا هذه الطويله اللي كتكون مفزلات اللي هذه هي الاولى كتبدا في الموسم ديال الملوخيه، وكتكون القصيره يعني كتجي من بعد هذه. نتوما ديروا اللي يعجبكم واللي متوفر عندكم، ما كتغسلوها ما والو، كتحيدوا لها غير ديك الراس الفوقاني، كتحيدوا ديك العويد، كتقشروا ديك الجناب، كتحيدوا ديك التحتاني، وكتحاولوا ما امكن هكا بالسكين، لان كتكون فيها واحد الشويكات رقاقين، كتحاولوا بالسكين هكا بحال الا كتكرطوها. الا عندكم شي هكا منديل يكون غليظ واحد شويه كتمسحوا به ديك الملوخيه، ما كتغسلوهاش في الاول، هي كتنقيوها كتضروا عليها كامله، كتحيدوا لها ديك الراس. شوفوا معايا الفوق، يعني ما خصكمش تبينوا على الزريعه، كتحيدوا غير ديك العود الفوقاني، كتخليو ديك الغطايه او ديك الراس ديال الملوخيه كتخليوه لاصق، لان الا زولتوه بان الزريعه طبيعة الحال ملي غادي تطيبوها غادي تحلكم. هنا كتحكوها مزيان او كتكرطوها مزيان بديك السكين، وكتديروها في واحد الشبيكه حتى كتبغيو تطيبوها، عاد كتغسلوها. ما كنغسلوهاش في الاول، لان الا غسلتوها تطلق ديك الخيوط ديالها، وبطبيعة الحال ملي تنطيبوها كتحل، وحتى المرقه ما كتجيش زوينه. صافي، هنا من بعد ما نقيتها كلها غادي ندوز دابا باش نديرها الطيب، يعني غنصبها. غادي ناخذ هنا واحد المقيله او طنجره او اللي بغيتو نتوما، المهم ما كنقفلوش عليها في الطنجره ديال الطاط، غير تكون مقيله عندها الغطايه او شي طنجره هكا تكون عندها الغطايه. كنديروا زيت الزيتون اللي كتبقى على حسب الذوق، وكندير واحد البصيله غير صغيره مشلضه رقيقه. غادي ندير هنا تقريبا واحد نص معلقه صغيره معمراش ديال الثومه او جوج فصوص ديال الثومه محكوكين. هاد التحضيرات ديالها بحال هكا ديال معجون الثوم اللي كتنفع بزاف. دابا هادي غنديروها غير في المجمد، كتبقاو تهزوا غير القياس اللي بغيتو، كتردوا العليبه المجمد ما كيوقع لها حتى شي حاجه، وعمليه بزاف. هنا غادي نضيف شويه ديال الملحه، الملحه راه كتبقى على حسب الذوق، وكنشحروا ديك البصيله مع التويمه كما كتشوفوا حتى كيتذهب اللون ديالها. بمجرد ما كتنزل وكيتذهب اللون ديالها غنضيف لها هنا عندي هنا صلصه ديال الطماطم اللي كنحضر في البيت، يعني كندير هكا علبات ديال الصلصه، كل مره كنجبد وحده من المجمد حتى كتكمل لي، وعاد كنجبد وحده اخرى، كتبقى تقريبا اسبوع في الثلاجه ما كيوقع لها حتى شي حاجه. درت هنا تقريبا 3 المعالق او 4 اللي بغيتو، او ديروا حبه ديال المطيشه تكون طايبه مزيان، تكون كبيره شويه، وحكوها. حتى الا بغيتو ديروا واحد الحبه غير صغيره ديال المطيشه، وديروا واحد معلقه صغيره ديال مركز الطماطم، لكم الاختيار. هنا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال معجون الفلفل الحلو اللي سبق لي وشربته معكم في التحضيرات، حتى هو كيعطي بنه للاطباق ومذاق زوين، كيعطي حتى اللون زوين. غادي نضيف هنا المعدنوس مقطع رقيق، ثم غادي نضيف معلقه صغيره مع مراش ديال التحميره، وشويه ديال الكمون ماشي بزاف غير شويه، كندير شويه ديال البزار اللي هو الفلفل الاسود، وباش يعطينا ديك اللون زوين ديال الشرمونه غادي نضيف هنا شويه ديال الخرقوم باش كيطلع لنا ديك اللون زوين. وكنخلط مزيان هنا كما غادي تشوفوا معايا، ما غادي نضيفش كميه كثيره ديال الماء، غادي نضيف تقريبا واحد ثلث كاس ديال الماء. شوفوا معايا ما تنضيفش كميه كثيره ديال الماء، غير شويه، لان الملوخيه دغيا كطيب، هي غير كتشم الريحه ديال العفيت تطيب، ما تتعطلش في الطياب. كنخلط وغادي ناخذ الملوخيه طبيعه الحال كنغسلها مزيان ونعاودها، كنغسلوها ونعاودوها،
وكنتقطروها نديروها في هكا في الطنجره، ما تتخليوهاش في الماء بزاف بحال الخضره العاديه، لا غير غسلوها وعاودوا مزيان ديروها في شبيكه تسقطر وكديروها مباشره في الطنجره ديالكم. كنحاول يعني نخلطها مع الصلصه، يعني كنلبسها بديك الصلصه كما كتشوفوا معايا باش كتغطى مزيان بالصلصه، وكنقص النار على التالي شمعه وغادي نغطي عليها ونخليها كطيب. ما نقفلش عليها في الطنجره ديال الضغط لان هي دغيا كطيب بواحد السرعه كبيره، وكل ما طابت بزاف كتحل وكيضيع الشكل ديالها، وطبيعه الحال ما كيجيش حتى المذاق زوين ديال السلطه ديالكم. هنا ضفت واحد الفليفلات حارين صغيورين، وغادي نقص كما شفتوا النار، غنغطي على هذه الملوخيه وكنخليها كطيب. هي راه كتطلق المريقه ديالها، فيك المريقه ديالها غادي تطيب باش كتجيكم بنينه وكتجي لذيذه، وبطبيعه الحال ما كتحلش ويضيع الشكل ديالها. انا خليتها تقريبا غير واحد الخمسة دقائق بدات كتطلق المريقه ديالها. ما كنحاولوش يعني كنحاولوا ما نحركوهاش من يعني باش ما ننفجوهاش ونضيعوا لها الشكل ديالها. خليها غير واحد شويه على ما كتقلى مزيان، وها هي واجده راه كتجي بنينه. هذه من المقبلات الدافئه والبارده في نفس الوقت، يعني تقدروا تاكلوها في الحال بارد وتقدروا تاكلوها حتى في الحال سخون، ولكن الملوخيه معروفه كتكون واجده غير في الحال سخون. وتقدروا هكا ديروها في المجمد لو تحتفظوا بها مده طويله يعني حتى ليامات البرد وتستهلكوها. هنشوفوا معايا غير كنتكوها بالسكين كيدخل فيها، كتجي هكا مقليه ما فيهاش ليدان بزاف، ما فيهاش المرقه بزاف، كتجي بنينه بزاف. دابا هي المقبله ديالنا واجده او السلطه واجده، كنديروها مباشره في الاطباق. تقدروا ديروها حتى في عليبه تخليوها في الثلاجه بحال هذيك الايام ديال العيد، ولا كتعندكم شي كتوجدوا شي مناسبه راه كتبقى حتى 3 ايام في الثلاجه ما كيوقع لها حتى شي حاجه. كما قلت لكم تقدروا ديروا هذه الملوخيه هذه اللي كتتباع في الزلاك، هذه اللي كتبدا في الاول في الموسم الاول ديال الملوخيه، ولا بغيتوا ديروا الاخرى العاديه اللي كتتباع بالكيلو هذيك كتبدا من بعد. انا دابا في السوق لقيت غير هذه لان عاد يلاه بدات الملوخيه عاد دخلت، مازال ما بداتش الاخرى اللي كتتباع بالعبار، كاينه غير هذه ديال الزلاك. درت هنا تقريبا في هذه الوصفه درت 3 ديال الزلاكات ديال الملوخيه. كان هذا هو الشكل ديال المقبله ديالنا او السلطه اللي شاركت معكم، راه كتجي لذيذه هذه بالنسبه للعشاق ديال الملوخيه واللي كيبغيو الملوخيه. وندوزو دابا لاقتراح اخر واللي هو خزو معسل. هذه المقبله من المقبلات القدامين التقليديين الزمانيين يعني اللي كانوا كيديروا الامهات ديالنا. خديت هنا مقله وضعت فيها واحد المعلقه ديال الزبده ديال الاكل، يعني كديروا الزبده اللي كتاكلوا كتكون المذاق ديالها زوين وبنينه. هنا عندي كاس قل ربع كاس ديال العصير ديال البرتقال، الا ما عندكمش عصير البرتقال غادي ديروا الماء، ونفس القياس ديال العصير كنديروه سكر، وكنبداو كنخلطوا كما كتشوفوا معايا حتى كتذوب الزبده وكتندمج مع السكر ومع العصير ديال البرتقال. كنخليو ديك الخليط كيغلي ويعاود كيغلي حتى كيبدا يتقال واحد شويه ولي بحال السيرو، وغادي نضيف له هنا كيس ديال السكر بالنكهه ديال الزهر، اولا عندكم شي ديال ما زهر ديروه، اولا عندكم الروح ديال الزهر ديروها، بغيتو ديروا القرفه ديروها اللي بغيتو نتوما. شوفوا معايا النار كنخليها مهيله غير كيبدا يغلي لنا هذاك السيرو ويعاود، كنقص النار على التالي. وكناخذ هنا خزو اللي نقيتو قطعته بهذا الشكل، كنديرو في الماء غير تيطلع فيه الغليه ويعاود، يعني ما كنخليهش حتى كيتسلق ويتحرحر، لا خصني يبقى شاد راسو. غادي نخليه في هذا السيرو كيتعسل كيغلي وكيعاود كيتعسل مزيان حتى كتدخل له ديك الحلاوه لداخل، هكا باش كيجيكم بنين وما كيتهرس لكمش ويضيع لكم الشكل ديالو، خصوصا الا كانت عندكم هكا شي عراضه ولا شي مناسبه وراه تيجي بنين بزاف. بالنسبه للخزو ضروري منين تجيو تسلقوه او تبخروه دير له شويه ديال الملحه هكا باش كتبان ديك الحلاوه، ملي كيتعسل كتبان الحلاوه اللي فيه، ضروري من المليحه، اما بخروه واما عسلوه. الا بغيتو مثلا ديروه هكا تخضروا به، يعني ديروه هكا من الفوق اللحم قلي، ولا خذوا خزو اللي كيكون صغير ديك الحبات خزو الصغيورين هذوك اللي ديروهم الا كنتو مثلا باغيين ديروهم فوق اللحم قلي ولا فوق الدجاج مقلي، كيجي بنين وكيجي زوين كيعطي واحد المنظر زوين للاطباق. شوفوا معايا داك السيرو كيفاش كيولي، وحتى داك اللون ديال الخزو كيفاش كيتبدل. دابا راه واجد، تقدروا تحتفظوا به في واحد العليبه في الثلاجه من بعد ما كيبرد بديك السيرو ديالو او بديك الصلصه ديالو، كتبقاو تهزوا غير القياس اللي بغيتوا، راه كيبقى حتى الاسبوع في الثلاجه ما كيوقع له حتى شي حاجه. هنا باش نزيد نعطيه مذاق زوين خديت شويه ديال الكركاع اللي غير مصهد هرمشتو غير هرستو ما بين يدي وضفتو. تقدروا تضيفوا شويه ديال اللوز او كاجو، او من بعد منين يطيب ديروا عليه شويه ديال الزنجلان من الفوق لكم الاختيار. دابا غادي نطفي عليه راه واجد،
وغنديروا مباشرة في الطبق التقديم من بين السلطات والمقبلات القديمة العريقة اللي كانوا كيديروا الأمهات ديالنا وجدات ديالنا ملي كتكون شي مناسبة، أو كيديروه مع اللحم مقلي أو الدجاج مقلي، راه كيجي زوين بزاف. بحال الشكل ديال النقاص معسل، بحال الشكل ديال التفاح معسل، بحال الشكل ديال السفرجل، بحال الشكل ديال البرقوق المشمش. يعني كتغمروا اللحم مزيان ويتقلى وكتزينوا به من الفوق، او حتى كتغمروا ديك الدجاج او تقليوه مزيان، كتاخذوا ديك الخيزو كتستفوه فوق الدجاج، كيجي المنظر ديالو زوين حتى المذاق ديالو زوين. يعني هادو من بين الوصفات اللي كتجمع ما بين المالح والحلو، كنقدموه في طبق التقديم. صدقوني غادي تجربوه وغيعجبكم بزاف. خزو معسل بهذه الطريقه راه كيجي بنين. دي غير ديروا الزبده ديال الاكل، ما ديروش زبده ديال العلبه، ما غيجيش المذاق زوين بحال الزبده ديال الاكل. نتمنى حبيباتي الغاليات هذا الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، وندوزو لاقتراح اخر واللي هو لاريكو او اللوبيا الخضراء مشرمله. كناخذو هنايا لاريكو، طبيعه الحال كنحيدو لهذيك المجني هذيك الراس الفوقاني والتحتاني، كنغسلوها مزيان وكنقطعوها. كل ما كانت هاد لاريكو هادي رقيقه يكون احسن، كل ما كانت رقيقه غادي تكون السلطه زوينه، المذاق ديالها زوين. كناخذوها هكا كنستفوها وكنقطعوها فوق شي قطعه رقيقه بحال اللي غادي نقطعوا البقوله او نقطعوا الرجله، هكا كيجي الشكل ديالها زوين. وهاد المقبله هادي من بين المقبلات التقليديه القديمه، حتى هي كانوا كيديروها الامهات ديالنا، كتجي زوينه. يعني عوض ما نديرو دائما لاريكو باللحم، كنديرو لاريكو هكا مشرمله على شكل بقوله او على رجله، راه كتجي زوينه وكيبغيوها الصغار والكبار، وبطبيعه الحال صحيه ومغذيه. بالنسبه للقياس ديال لاريكو اللي درت هنا، درت تقريبا نص كيلو ديال لاريكو. غير دائما ملي تغسلوها ديروا فواحد الشبكه وخليوها حتى كتسقطر وعاد قطعوها. من بعد ما كنقطع هاد لاريكو كنديرها في الطنجره ديال الضغط، ضروري طيبوها في الطنجره ديال الضغط باش كتبقى محافظه على السوائل ديالها وعلى القيمه الغذائيه ديالها، يعني القيمه الغذائيه ديالها في ديك السوائل اللي كتطلق. شوفوا معايا هنا كنوضع غير لاريكو بوحدها في وسط الطنجره، ما تنضيف لها لا ما لا حتى شي حاجه. دابا في الاول غادي نضيف هنا القزبر كما غادي تشوفوا معايا بحال الشكل اللي غادي نصايبوا البقوله او الرجله. من بعد غادي نضيف المعدنوس، كل ما كان الربيع كثير يكون احسن باش كتجيكم بنينه ولذيذه. غادي نضيف هنا ثومه هكا صاينه او بغيتو تقطعوها قطعوها. غادي نضيف طريف ديال الحامض المصير، هذا هو الحامض اللي شاركت معكم في الفيديو ديال التحضيرات. شوفوا معايا راه وجد ما كملش اسبوع دابا راني بديت كنهز منه هذاك اللي كيوجد دغيا، صراحه عملي بزاف. هنا غادي نضيف شويه ديال المعجون ديال الفلفل الحلو، الفلفل الحمر، كيعوض لنا التحميره وكيعطي مذاق زوين. يعني بنا الاطباق، راه السر ديال البنا ديال الاطباق في هاد التحضيرات هادي اللي كنوجدوا، الحامض المصير، الثومه، الهريسه، هاد المعجون ديال الفلفله، بعض شي حويجات كنوجدوهم على اتساع، هادوك يزيدوا البنا الاطباق ديالنا. هنا غنضيف زيت الزيتون، كل ما كان زيت الزيتون كثير يكون احسن، لان كما كتعرفوا لاريكو كتطلق شويه الماء. وغادي نضيفوا الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق. من بعد غادي نضيف هنا شويه ديال الفلفل الاسود، غير شويه ماشي بزاف، تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال الكمون، وغادي نضيف واحد نص معلقه صغيره ديال التحميره. كنخلط مزيان كما كتشوفوا حتى كتلبس ديك لاريكو مزيان بديك التتبيله. ومن بعد عاد غادي نضيف تقريبا واحد نص كاس ديال الماء ديال العنبه، ماشي بزاف غير نص كاس ديال الماء، وكنطيبوا هاد لاريكو على نار مهيله بحال الشكل ديال البقوله. هذه طريقه عمليه وزوينه وكتوجد لكم السلطه فوق تقصير، وكتبقى محافظه على القيمه الغذائيه ديالها. هذا بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو السلطات الصحيين، هذه السلطه دايره مفيده للجسم وصحيه ومغذيه كما كتشوفوا معايا. انا غادي ننتقل معكم باش نوريكم الطريقه ديال الطياب. كنوضعوا الطنجره بعد ما كنقفلوا عليها، كنوضعوها فوق النار، النار كتكون مرتفعه. من بعد ما كتصفر غير كنسمعوا الصفاره بدات كتصفر، تنقصوا النار على التالي وكنخليوها كطيب تقريبا 30 دقيقه 45 دقيقه، راه كتكون طايبه مشحره ناضيه، يعني ما كتحتاجوش عاد تزيدوا تخليوها تشحر ولا. انا غنحل عليها بعد ما دازت 40 دقيقه عليها على الطنجره بعد ما صفرت طبيعه الحال. هانتوما غادي تشوفوا راها طايبه وما بقى فيها لا ما لا حتى شي حاجه، يعني مشحره ناضيه، ما تزعلكوها ما والو، هكا باش كتبقى كيبقى الشكل ديالها زوين. وكنديروها مباشره في طبق ديال التقديم، تقدروا تحتفظوا بها في الثلاجه 3 ايام 4 ايام ما كيوقع لها حتى شي حاجه. حتى لا بغيتوا تقطعوا ديك لاريكو وتطيبوها غير تبخروها او طيبوها غير مع الماء وشويه ديال الملحه وتحتفظوا بها في المجمد، من بعد عاد ديروها هكا ديروا لها غير التتبيله
وقدموها في الأطباق ديالكم. هذه من المقبلات أو من السلطات الباردة والدافئة، يعني كتنكل يعني سخونة وباردة، وتقدموها مع الأطباق ديال الضيافات العرادات. هذه من السلطات القدامى اللي كانوا كيديروا الأمهات ديالنا، كتجي بنينة ومغذية وصحية. هنا زينتها بشوية ديال الحامض المصير. كان هذا هو الشكل النهائي ديال هاد المقبلة. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها، وانتقلوا لسلطة أخرى أو المقبلة أخرى واللي هي سلطة البطاطا. كل شيء كتعجبو، كل شيء كيحمق على هاد البطاطا هكا بهذه الطريقة. خديت هذيك البطاطا الصغيرة، سلقتها بقشرتها بطبيعة الحال. حتى لا بغيتو ديروها بالقشرة ديالها، كتغسلوها مزيان وتقسموها وتخليوها بالقشرة ديالها، إما ديروها في الفران تشوى يا إما سلقوها. هنا درت ضفت واحد البصيلة غي صغيرة مشلضة رقيقة. غادي نضيف المعدنوس، كل ما كان المعدنوس كتير يكون أحسن. وهنا عندي الفلفلة الحمراء مقطعة رقيقة، حتى لا بغيتو ديروا الفلفلة الخضراء مقطعة رقيقة ديروا عليها. الفلفلة الحمراء كتعطي واحد المناظر زوين وكتعطي مذاق زوين. هي المذاق ديالها مبدل شويه على الفلفلة الخضراء. هنا غادي نضيف شويه ديال الملحه، لان هاد البطاطا سلقتها بقشرتها في الملحه، ما بطبيعه الحال ما درت لهاش الملحه. هنا غادي نضيف شويه الفلفل الاسود، وغادي نضيف شويه ديال الخل او العصير ديال الحامض اللي بغيتو نتوما. غادي نضيف زيت الزيتون، كتبقى لي على حسب الذوق يعني، غير ما تكثروش الزيت. وغادي نخلطوا السلطه ديالنا، كتجي رائعه بنينه وكما شفتوا بسيطه، ماشي شي حاجه كثيره. اما ديروا فلفله خضراء او ديروا فلفله الحمراء، اما شويوا البطاطا في الفران بقشرتها او بلا قشرتها، او سلقوها بقشرتها او بلا القشره ديالها، او بخروها اللي بغيتو. سلطه اللي سريعه كتجي بنينه ولذيذه، بطبيعه الحال مغذيه وكيبغيوها الصغار والكبار. وهاد السلطه هذه كتفضل يلا تسلقوا البطاطا تخليوها تبرد غير واحد شويه وتديروا لها التتبيله وتاكلوها. ما كتبغيش تبقى مده طويله، لان كما كتعرفوا البطاطا ما كتقصح وكيتبدل حتى المذاق ديالها. نتمنى هاد الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم. وندوزو اقتراح اخر اللي هو زعلوك. واول حاجه قبل ما نبداو نحضروا زعلوك، كنشوفوا الفلفله في الفران. عندي هنا فلفله خضراء، فلفله حمر، فلفله صفراء، وثلاثه ديال الدنجالات. نتوما كديروا على حساب شحال بغيتوا ديال زعلوك تصاوبوا. ضروري كنرشوا ديك الدنجال بشويه ديال الزيت، عاد كندخلوه للفران. انا درت له هنا، درته فوق الصينيه، فرشت لها الورق ديال الطبخ ورشيته بشويه ديال الزيت. غندهنوه مزيان بهاد الفرشات كما كتشوفوا معايا، وغندخلوه للفران. غنشعل عليه النار من الفوق ومن التحت حتى يتشوى. هو الدنجال مشوي في الفران كيجي المذاق ديالو مبدل على الدنجال اللي كيكون مشوي فوق البوطه، باش نكونوا واضحين، كيجي بنين اكثر من الدنجال اللي كيجي مشوي على البوطه. كتشعلوا عليه النار على درجه حراره 200 درجه، ولا كان الفران عندكم غازي كتشعلوا العافيه عليه من الوجه ديالو، تكون مجهده حتى كيتشوى، كتبقاو تقلبوه هكا دائما، وتكوا بسكين الدنجال باش ما يطرطق لكمش في الفران ويسخن لكم. حيت شي مرات كطرطق الدنجال وكيخلعك ديك الوقت اللي كيطرطق، اول حاجه بعدا كيخلعك، وثاني حاجه كيوسخ لك الفران. فدائما تكوه بسكين او بعود ديال البروشيت او كيردو، وعاد دخلوه الفران. ودائما ديك المزيج ديال الفلافل كيعطي واحد البنه، واحد اللوين زوين الزعلوك. بعد ما كيتشوى الدنجال كنقشروه، وباش يجيكم الزعلوك بنين وتبقى ديك الفلفله بنينه والدنجال بنين، كنغسلو الدنجال قبل ما نشويوه. يعني هو الفلفله كنغسلوهم ونمسحوهم، وعاد كندهنوهم بالزيت وكنشويوهم. ومنين كنشويوهم غير كنقشروهم بلا ما، يعني ما تنحاديوهمش بالماء بتاتا، باش كيبقاو محافظين على اللذه والبنه ديالهم. هذه نصيحه، ما عمركم الدنجال والفلفله منين تشويوهم تغسلوهم، لا، منين تشويوهم قشروهم بلا ما بلا حتى شي حاجه. حيدوا لهم ديك القشيره، كتقطعوهم وكتحضروا تكملوا تحضير زعلوك ديالكم. ديك الفلفله والدنجال كتغسلوهم قبل ما ديروهم يتشواو. وبالنسبه للدنجال ما تقطعوهش رقيق، قطعوه شي شويه باين باش يبقى باين لكم في زعلوك. كناخذهم بعد ما قطعنا الفلفله والدنجال، كناخذهم قيله كنوضعوا فيها شويه ديال زيت الزيتون. ما تكثروش الزيت باش ما تجيكمش يعني باينه في الزعلوك، ما تكونوا كتاكلوا ديك الزيت باينه. هنا عندي حبه ديال مطيشه طايبه مزيان قطعتها رقيقه. غادي نضيف القزبر، ومن بعد غادي نضيف المعدنوس. ودائما الكميه القزبر كتكون غالبه المعدنوس. غادي نضيف الثومه تقريبا واحد نص معلقه صغيره ما عمرهاش ديال الثومه، او جوج فصوصه ديال الثومه حكوهم. هنا غادي نضيف معجون ديال الفلفله الحلوه. الا ما عندكمش راه بطبيعه الحال غادي ديروا كميه ديال التحميره اللي تكون كثيره. انا ما غنديرش التحميره، غنكتفي غير بهذا اللون ديال المعجون ديال الفلفله الحلوه. غادي نضيف الملح، وغادي نضيف شويه ديال الكمون، ما تكثروش الكمون بزاف. وكنشحروا ديك مطيشه حتى كتنزل وبحال الا تتعسل. شوفوا معايا كيفاش كتولي، ما كيبقى فيها لا ما لا حتى شي حاجه. هذا سر من الاسرار باش يجيكم زعلوك بنين. وكناخذوا ديك الدنجال والفلفله اللي قطعنا كنوضعوهم هنا في المقيله،
وكنبداو كنشحروا الدنجال على نار متوسطه، ودائما ملي كتكونوا كتشحروا الدنجال حاولوا ما امكن تخليوه باين، يعني كتمعسوه واحد شويه ولكن خليوه شويه الشكل ديالو باين في الزعلوك. كما كتشوفوا معايا كنبقاو نشحروه حتى تينشف من الماء، ما يبقى فيه لا ماء لا حتى شي حاجه، وتنطفيو عليه تيكون واجد. بغيتو في هذا الاخير تزيدوا شويه القزبر في التالي وعطفيو زيدوا. بغيتو تخليوه حتى تبغيو تقدموا الزعلوك وعاد ديروه من الفوق باش يبقى باين وديك الجهد ديال القزبر باين في زعلوك، خليوه. دابا راه هو واجد، غير بمجرد ما كدوزو هكا المعلقه وكتلقاو ناشفه المقله ما كاينش الماء كتعرفوا زعلوك واجد، وما تكثروش الزيت في زعلوك باش يجيكم زوين وما يقهمكمش. شوفوا كيفاش كيجي ديك الطريفات ديال الدنجال باينين، كيجي زعلوك زوين، اللون ديالو كيجي زوين، والمذاق ديالو راه كيجي لذيذ بزاف. انا متاكده غتجربوه وغادي يعجبكم. غير ما تغسلوش الفلفله والدنجال بعد ما تشويهم وشويوه في الفران هكا باش يجيكم المذاق زوين. ولا كان عندكم الفاخر وشويتو على الفاخر يكون احسن، الا شويتو في الفاخر غادي يجي بنين كثار من ديال الفران. وكنقدموه في الاطباق ديالنا، اولا بغيتو ديروه في الثلاجه راه كيبقى 3 ايام حتى 4 ايام في الثلاجه ما كيوقع له حتى شي حاجه. من بعد غادي نزينو بشويه ديال القزبر طري من الفوق، كيبقى داك المنظر ديالو زوين وحتى المذاق تيبقى باين في زعلوك. كان هذا هو الشكل النهائي ديال زعلوك. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى الطريقه اللي شاركت معكم ديال زعلوك تعجبكم وتجربوها. وندوزو لاقتراح اخر واللي هو سلطه بارده بالسنطير. عندي هنا السنطير سلقته مع شويه الملحه والزيت، او ديروا المحمصه او ديروا الروز اللي عجبكم، او شي نوع ديال الباط يكون رقيق، لي باط لي رقاقين او مكرونه ديك الصغيره اللي بغيتو نتوما. عندي هنا طيف ديال المكور الفيولي، عندي شويه ديال طون ديال الزيت، غادي نضيف هنا الكورنيشون. الكورنيشون راه كيعطي واحد المذاق مختلف وزوين بزاف. هنا عندي الذره بطبيعه الحال بعد ما كنسقطروها من الزيت، وغادي نحك واحد البيضه او جوج اللي بغيتو نتوما. بغيتو تحكوا شويه ديال لدان فيمي حكوه اللي بغيتو، المهم كل ما زدتو بعض الاضافات للسلطه كتكون غنيه وبنينه. وهذه راه بالسلطات اللي كيحمقوا عليها الولاد الصغار، صراحه راه زوينه بزاف، يعني حتى لو تعطيوها لهم هكا يديوها معاهم للمدرسه او لا كتعطيوها لهم. هنا غادي نخلطوا هذه السلطه بالمايونيز. هذا المايونيز راني سبق لي وشاركتها معكم، يعني كنحضرها في الدار، كتجي عاقده وبنينه بزاف، يعني من السما فيها الفلفل الاسود، فيها بودره الثوم، بودره البصل، شي مرات كندير فيها حتى الثومه والمعدنوس وشويه ديال الزعتر، هذيك اللي كتكون عندي ديال الاعشاب الموسمه. هنا غادي نوضع السلطه في طبق ديال التقديم، وهاد السلطه كتفضل يعني تاكلوها داك الساع، غير بمجرد ما كتخلطوها كتقدموها وكتاكلوها، يعني ما كتبقاش هذه في الثلاجه كتاكلوها داك الساع. بالنسبه للزين زينتها هنا بشويه الماطيشا سوغيز، غير باب زين وصافي، وطريفات ديال البيض. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ودابا غندوزو لاقتراح اخر اللي هو سلطه البربه، حلوه كتجي بنينه ومغذيه وصحيه بزاف. عندي هنا البربه سلقتها بقشرتها بطبيعه الحال، بغيتو تسلقوها بلا قشره، ولكن بلا قشره باش كتبقى محافظه على الجهد ديالها وعلى البنه ديالها وعلى القيمه الغذائيه ديالها. كناخذوا هنا تفاحه مقطعه وبقشرتها، يعني كنخليها كنقطعها، وطريف ديال المكور الفيولي حتى هو عنده فوائد صحيه كثيره، شويه ديال الزبيب الا بغيتو ديروا شي القرقاع، اي نوع المكسرات عندكم ديروه. هنا ضفت ياغورت حلو، بغيتو ديروا ياغورت طبيعي ديروه، بغيتو تحيدوا الياغورت الصغناوي عليه ديروا معلقه ديال الجبن، او ديروا غير العسل بوحديته. هنا غنزيد واحد المعلقه صغيره ما عمراش ديال العسل، او نص معلقه صغيره ديال العسل بلديه، المهم نتوما اما جمعوها بالعسل او بالياغورت لكم الاختيار. كتجي هاد السلطه بنينه، كتجي حلوه وزوينه، تقدروا تضيفوا اي فاكهه عندكم تقدروا تزيدوها مع هاد السلطه، هادي راها مغذيه ومفيده خصوصا الناس اللي كيعانيوا من فقر الدم. وهاد السلطه من الافضل تاكلوها داك الساع ملي تخلطوها، ما تخليوهاش يعني في الثلاجه ولا ما تخليوهاش من بعد، باش ما كتبقى محافظه على القيمه الغذائيه ديالها، وكتاكلوا شي حاجه اللي صحيه ومفيده للجسم. هنا زينتها بشويه ديال القرقاع، اي نوع ديال المكسرات تقدروا تزينوا به او تزينوها تخليوها يعني بدون تزين، كتجي بنينه بزاف. انا متاكده غتجربوها وغادي تعجبكم، من بين الوصفات اللي صحيه بزاف مفيده للجهاز الهضمي. الاخوات اللي بغاو الوصفه تبقى صحيه 100% غادي تستغناو على الياغورت. غندوزو دابا الاقتراح اخر اللي هي القرعه بالاعشاب، راها كتجي خطيره وبنينه بزاف. عندي هنا القرعه الحرشه او البسيبسيه اللي عندكم، بطبيعه الحال القرعه تكون غير صغيره وتكون طريه، كل ما كانت طريه يكون احسن. كنقسمها على جوج وكنقطعها رقيقه، شوفوا معايا ما كنقطعهاش غليظه، كنقطعها رقيقه. الا كانت القرعه صغر من هذه ديروها غير دوائر بلا ما تقسموها انصاف،
كنربطوها هكا شوفوا معايا تكون رقيقه، وحاولوا ما امكن تكون سمك واحد باش كطيب في وقت واحد. هذا مقبله ديال القرعه حتى تجي غزاله وبنينه بزاف. ملي تكون عندكم هكا القرعه كثيره ديروها بهذه الطريقه، يا يعني اما ديروها كما غادي ندير لها انا، او ديروها حتى في الفران كتجي زوينه، يعني هكا كتتفوها في واحد الصينيه ديال الفرن وكتدخلوها الفران. انا غادي نطيبها هنا في هذه الطنجره هذه كما كتشوفوا. كنوضعوا ديك القرعه وحاولوا ما امكن تحاولوا تفكوها حيت هي في واحد الماده، ملي كنقطعوها كتبقى لاصقه مع بعضياتها، فحاولوا تفككوها بيديكم كما كتشوفوا معايا. وكنوضعوها هنا في الطنجره، الا بغيتوا ديروها في الفران ستفوها فوق الورق ديال الطبخ، حاولوا تسرحوها مزيان على الورق ديال الطبخ. الا دخلتوها الفران حاولوا تقطعوها شويه غليظه، ما ترققوهاش بزاف. هنا كنوضعها فوق النار، النار اللي كتكون متوسطه باش ما تطلقناش القرعه الماء ديالها. كنضيف زيت الزيتون، كل ما كان زيت الزيتون كثير يكون احسن، لان القرعه كتطلق السوائل وكتشرب الزيت. هنا غادي نضيف الملح حتى القرعه كتبغي الملحه، هي باسله سبحان الله كتبغي الملحه. وكنبقاو كنشحروا هاد القريعه بحال اللي غنقليوها في داك الزيت، يعني على نار اللي كتكون متوسطه. كنبقاو ساعه ساعه كنحركوها حتى كتحمر وكطيب، يعني ملي كتقلبوها بيديكم كتلقاوها طايبه هكا كتجيكم بنينه. ضروري ديروا الملح في الاول، لما درتوش الملح في الاول ما تجيكمش القرعه بنينه، حيت القرعه باسله. حتى الا دخلتوها الفران ضروري ترشوها بشويه ديال الملحه وترشوها بالزيت. دابا راها طابت كما كتشوفوا معايا، ما كنخليوهاش عاوتاني حتى كتفوت فيها الطياب، غير كتنزل. هنا غادي نسم هاد القريعه هادي، غادي نضيف هنا شويه ديال البودره ديال الثوم، غادي نضيف شويه ديال الزريعه ديال القزبر يابس مطحون، غنضيف شويه ديال الكمون، وغادي نضيف الزعتر. تقدروا تضيفوا حتى شويه ديال الفلفل الاسود لكم الاختيار. وكنشحرها غير واحد شويه كنديها ونجيبها، يعني باش كتبقى هكا شويه محافظه على الشكل ديالها وصافي. مجرد ما كنشوفها يعني تشحرات مزيان صافي، ما بقى فيها لا ما لا حتى شي حاجه ناشفه. وشوفوا معايا راه ما كتجيش فيها الزيت، كتجي زوينه وخفيفه على المعده. كنديروها في الطبق ديال التقديم. هاد السلطه هذه حتى هي تقدروا تخليوها في الثلاجه 3 ايام 4 ايام كتبقى زوينه وراها كتنكل. يعني هاد السلطه هذه دغيا تستهلكوها الدراري، تجي فيها واحد المذاق زوين، يعني يديروا منها كميه كثيره. انا صراحه كان عندي غير ديك الشيط قرعه درتها، والله الا ضعتي تنكلت في البلاصه. كتجي زوينه واحد المذاق فيها رائع من المقبلات الدافئه والبارده، يعني تاكلوها وهي سخونه او بارده. وحتى هذه من المقبلات التقليديه يعني القديمه، اما كيديروها هكا بالاعشاب او كيديروها بطريقه ديال الشرموله. نتمنى هذا الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم وندوزو لاقتراح اخر. عندي هنا هاد الجبانه وضعت فيها جوج حبات ديال خيزو مسلوقين مع حبات البطاطا كبيره مسلوقين، وعندي هنا شويه ديال المكرونيه ملونه، هاد لي بات الملونين. اي نوع ديال المكرونيه عندكم ديروه، كتسلقوها مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت. حتى البطاطا سلقتها مع شويه الملح والزيت. هنا عندي الذره بطبيعه الحال بعد ما درتها تسقطرات، وعندي هنايا خيار ديك الصغيور عندي حبه وحده، وعندي هاد مطيشه سوغيز هاد اللون هذا اللي فيها هاد اللون هذا، فيها واحد المذاق زوين هاد مطيشه هادي. هذا هو الشكل ديالها، حتى هي تتعطي واحد البنه للسلطه، وعندها حتى هي قيمه غذائيه حتى هي مرتفعه. هنا عندي ياغورت طبيعي بدون سكر، او معلقه ديال الجبن ديال اللي كندهنوا به الخبز. اللي بغيتو نتوما اما ديروا ياغورت طبيعي او معلقه ديال الجبن. هنا عندي المايونيز اللي حتى هي حضرتها في البيت، معلقه كبيره ونص. المهم تديروا المايونيز على حسب الكميه ديال السلطه اللي غادي تحضروا، ما تنزيد لا زيت لا حتى شي حاجه، لان المايونيز فيها الزيت، فيها الفلفل الاسود، فيها من السماء، يعني فيها كل شيء. وكنوضعوا السلطه ديالنا في طبق التقديم، كتجي سلطه مغذيه ورائعه وكيبغيوها الوليدات. ضروري نديروا سلطه عصريين، وهذه السلطه هذه راها كتنكل في وقتها، ما كتبقاش في الثلاجه، يعني غير تنخلطوها تنقدموها. نتمنى هذا الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم وندوزوا لاقتراح اخر. هنا عندي هذه السلطه ديال الشعير، هذا الشعير هذا ديال السنابيل، كنسلقوا مع الماء وشويه ديال الملحه والزيت. هذا الشعير ديال السنابيل، هذا الكيس فيه 500 غرام شعير، اللي طايب نص طيبه، يعني ما كياخذش وقت كثير في الطياب، صحي مغذي ولذيذ بزاف، عنده فوائد صحيه كثيره. وراه غتلقاوه عند البقال، الثمن ديالو جد مناسب، يعني الثمن ديالو راه يعني في المتناول للجميع. درت خيزو محكوك، درت تفاحه مقطعه خليتها بالقشره ديالها باش تبقى فيها القيمه الغذائيه ديالها، درت شويه ديال الكركاع، تقدروا ديروا الزبيب، تقطعوا المشمش يابس اللي بغيتوا، اي فاكهه عندكم زيدوها، ديروا مكور الخضر ديروه، قطعوا رقيق. وكنخلطوا السلطه بالياغورت، هذاك الياغورت ديال الزرع، اي ياغورت عندكم ديروه.
هاد السلطه كتجي حلوه وبنينه ومغذيه وصحيه، ولا بغيتوها تكون صحيه اكثر طبيعه الحال غادي تستغناو على ياغورت وتخلطوها بالعسل البلديه. بالنسبه للشعير ضروري تسلقوه بالمليحه باش يبان لكم الحلاوه ديال السلطه. من بعد غندوزو لمقبله اخرى واللي هي الدنجال محمض. كناخذ غير الدنجال الصغيور او الدنجال اما هاد الفيولي هذا، او كتاخذوا داك الدنجال الكحل الصغيور كتعزلوه، كيكون ما كتجيو تشريو الدنجال اختاروا ديك الحبيبات الصغيورين خذوهم. بطبيعه الحال كتغسلوا الدنجال مزيان وكنحيدوا له غير ديك الفوقاني. شوفوا معايا كنحاول نقشر غير بهذا الشكل ونبقى محافظ يعني مخلي داك العويد هكا كيعطي المناظر وكيبقى شاد لكم الدنجاله باش ما كتزلعش، لان هاد الدنجال هذا هاد النوع هذا بالضبط كيطيب بسرعه، يعني دغيا كيطيب غير كيشم ريحه العافيه كيتحل، ما كيتعطلش في الطياب، ماشي بحال الدنجال الكحل. كناخذ سكين وكنحلو من لهنا، اما قسموه على اربعه او غير على جوج، او دخلوا غير السكين في وسط الدنجره الا كان الدنجال صغر من هذا، غير باش منين نملحوا دخلوا ديك الملحه لداخل وصافي. كما كتشوفوا معايا كننقيه مزيان وكنقسموا اما على جوج او على اربعه كما قلت لكم اللي بغيتوا. من بعد راني غادي ندير له الملحه عاد نديرو يتبخر. كندخلوا الملحه لداخل فوسط منه لداخل، وكنديروا في الكسكاس وكنديروا في الكوكوط لداخل يتبخر، او ديروا في الطنجره ديال الكسكسو اللي بغيتو نتوما، وما كل ما بخرتوه يكون احسن. غادي نملحوا دابا ونديروا يتبخر، ومن بعد ما كيتبخر غادي ناخذ هنا شويه ديال القزبور نقطع رقيق، غادي نضيف له شويه ديال المعجون ديال الثوم المشوي تيعطي واحد المذاق زوين. الا كان عندكم ما كانش عندكم ديروا غير الثومه عاديه. عصرت هنا هذا العصير ديال الحامض او الخل اللي بغيتو، هنا كنطيح لي واحد العظم ديال العصير ديال الحامض حيدتو. هنا ضف شويه ديال الكمون، قليل من السودانيه الفلفل الحار، غير شويه ديال الملحه لان الدنجال راه فيه الملحه لداخل درت غير شويه ماشي بزاف. وغادي نديرو زيت الزيتون، الا عندكم حامض مصير بغيتو تقطعوه طريفات صغيورين ديروه اللي بغيتو نتوما، اولا كان عندكم هكا مزيودات حارين رقاقين حمر قطعوهم رقاقين وديروهم حتى هما فهاد الشرموله. هاد الشرموله راه كتجي زوينه، تقدروا ديروا هاد الدنجال فواحد العلبه وتكبوا عليه هاد الشرموله وتخليوه راه تيبقى 3 ايام 4 ايام في الثلاجه ما تيبقى له حتى شي حاجه. كتبغيوه كتجبدوه كتقدموه في الاطباق ديالكم، كيجي مرافقه اللي زوينه ولذيذه. وهذه سلطه اللي كتكون حامضه، يعني المذاق ديالها كيكون حامض، كتجي بنينه بزاف. الدنجال بهذه الطريقه كيجي رائع، وخصوصا هاد الدنجال هاد النوع هذا. ودابا غندوزو لاخر سلطه، سلطه خضراء. عندي هنا الخس طبيعه الحال بعد ما كتغسلوه مزيان بشويه ديال الخل مع كنديروه في الماء كنخليوه مرقد في ديك الماء والخل حتى كيحيد داكشي اللي فيه، كنغسلوه مزيان نديروه يسقطر نشفوه. وهنا قطعته درتو في الصحن، درت فوق منه شويه ديال المكرونيه هذه ديال الفراشه، اي مكرونيه عندكم طبيعه الحال. المكرونيه كنسلقوها مع شويه الملحه والزيت. قطعت هنا الخيار دوائر، مطيشه سوغيز حتى هي الصفراء وديك الحمراء الطويله وديك المدوره قطعتهم حتى هما دوائر. المهم اي خضره عندكم نتوما كتعجبكم توفره عندكم ديروها، غير كتلعبوا على اللوينات وصافي باش كيجي ديك الشكل ديال السلطه كيفتح النفس وصافي. ديروا اللي عندكم نتوما، بغيتوا ديروا حتى خضره هكا مسلوقه، يعني مزيج ما بين خضره ومسلوقه ديروها. بغيتوا ديروا طريفات ديال الدجاج مشحرين زيدوهم من الفوق، بغيتوا ديروا دي خبز ديال الطوس مقطع كري حتى هو ديروه من الفوق اللي بغيتوا. هنا هاد الصلصه باش غادي نخلطوا هاد السلطه كتجي رائعه وبنينه بزاف. خديت هنا لا موطارد اللي هي الخردل، ضفت لها شويه ديال الخل ديال الحامض او العصير ديال الحامض الا كان يكون احسن، شويه الفلفل الاسود، شويه المليحه وزيت الزيتون. بغيتو ديروا حتى ديك الزريعه ديال الموطارد ديروها الا كانت عندكم. اللي بغيتو نتوما بغيتو تزيدوا شويه ديال المعدنوس يابان، شويه ديال الزعتر تحكوه، كتجي رائعه هاد صوص فينيغريت هادي. حتى كتبغيو تقدموا السلطه ديالكم عاد كديروها من الفوق باش كيضع الشكل ديال السلطه وكتبقى محافظه على القيمه الغذائيه ديالها. كان هذا هو الشكل ديالنا ديال السلطه، كتجي رائعه وبنينه ولذيذه ومغذيه. نتمنى حبيبتي الغاليات هاد الاقتراحات ديال السلطات والمقبلات اللي شاركت معكم في هذا الفيديو ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم لوليداتكم. كما شفتوا راه شاركت معكم 12 سلطه متنوعه بالخضر، يعني غنيه بالخضر مغذيه، فيها سلطات حلوه وسلطات مالحه، سلطات قديمه وسلطات عصريه جديده هكا باش كنرضيو جميع الاذواق. نتمنى حبيبتي الغاليات هاد الاقتراحات تعجبكم وتجربوها لوليدات ديالكم، والى عجبكم الفيديو ما تنساوش توصلوه لاكبر عدد من اللايكات. والاخوات الجداد اللي عاد التحقوا بالقناه واللي اول مره كيشوفوا الفيديوهات ديال هاد القناه، الى عجبكم المحتوى دعموا القناه باشتراك وفعلوا الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بجديد الوصفات. والى عندكم شي اقتراحات الفيديوهات المقبله او الوصفات المقبله
قولوها لي في التعليق، وحتى لو عندكم شي ملاحظات ولا عندكم شي انتقادات مرحبا بها قولوها لي في التعليق. وإلى اللقاء في فيديو قادم ووصفات أخرى بحول الله تعالى.